الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الرابع الابتدائي. درسنا اليوم هو خطة حل المسألة. فكرة الدرس: أستعمل خطة الاستدلال المنطقي لأحل المسألة. يضع 5 من طلاب الفصل قصاصات الورق في سلة المهملات، وقد اصطفوا بعضهم خلف بعض مبتدئين بالأطول، فإذا كان عبد الله أطول من بدر وأقصر من فهد، وكان محمد أقصر من سعود وأطول من فهد، فما الترتيب الذي اصطفوا به؟ واضح طبعا ان المسألة فيها كلام كثير. عبد الله أطول من بدر وأقصر من فهد، وكان محمد أقصر من سعود وأطول من فهد. عاوزين الترتيب. تعالوا نشوف أول حاجة. طبعا في خطوات الحل أفهم. الفهم يعني بقول ما هي معطيات المسألة. أول حاجة جابها لي عبد الله أطول من بدر، وبعدين عبد الله أقصر من فهد، وبعدين محمد أقصر من سعود، وبعدين محمد أطول من فهد. دي المعطيات اللي عندنا. طيب، اصطف الأصدقاء بعضهم خلف بعض مبتدئين بالأطول، يعني هنا الترتيب هيبقى أطول إلى الإيه؟ الأقصر. المطلوب إيه؟ تحديد الترتيب الذي اصطف به الأصدقاء الخمسة. خطط. أبدأ باستعمال المعلومات المنطقية المعطاة لنتوصل إلى الترتيب المطلوب. الحل: أستعمل معطيات المسألة لترتيب الأصدقاء، حيث تبدأ باستعمال المعلومات المنطقية. كده كتبنا يا ولاد عبد الله أطول من بدر، ورمزنا لعبد الله بالعين والبدر بالباء. عبد الله أقصر من فهد، يبقى هنا فهد أطول من عبد الله، يبقى فهد وبعدين عبد الله وبعدين بدر. طيب محمد أطول من فهد، نرمز لمحمد بالميم، يبقى محمد وبعدين فهد وبعدين عبد الله وبعدين بدر. طب محمد أقصر من سعود، يبقى سعود هو الأطول، يبقى سعود بعدين محمد بعدين فهد وبعدين عبد الله بعدين يجي في الآخر بدر. إذن الترتيب هو سعود محمد فهد عبد الله ثم آخر واحد بدر. تحقق. راجع الحل ستجده يتفق منطقيا مع معطيات المسألة. حلل الخطة. ارجع إلى المسألة السابقة ثم أجب عن الأسئلة من 1 إلى 4. السؤال الأول: هل ستتغير النتيجة لو نقصت إحدى معطيات المسألة؟ اشرح إجابتك. طبعا التغيير فعلا هيتم، نعم، لأنه لا يمكن تحديد كافة العلاقات بين الأطوال، وبالتالي لا يمكن تحديد الترتيب الذي اصطفوا به. السؤال الثاني:
وضح لماذا كانت هذه الخطة مناسبة لحل هذه المسألة، لأنها سهلة التمثيل. السؤال الثالث: إذا كان فهد أطول من سعود وأقصر من عبد الله، وكان بدر أطولهم واصطف محمد خلف سعود، فما الترتيب الذي اصطفوا به؟ يعني تعتبر مسألة جديدة، يبقى نروح نفهم ما هي معطيات المسألة. فهد أطول من سعود، فهد أقصر من عبد الله، بدر أطولهم، اصطف محمد خلف سعود. ما المطلوب؟ تحديد الترتيب الذي وقف به الأصدقاء. التخطيط: أبدأ باستعمال المعلومات المنطقية المعطاة لتتوصل إلى الترتيب المطلوب. تعالوا بقى نشوف الحل. استعمل معطيات المسألة لترتيب الأصدقاء، حيث تبدأ باستعمال المعلومات المنطقية. هنبدأ بالأطول، فهد أطول من سعود، أدي أول جملة، فهد وبعدين يجي سعود. فهد أقصر من عبد الله، يبقى عبد الله هو الأطول يا أولاد. عبد الله، فهد، سعود. بدر أطولهم، يبقى بدر يجي في الأول، بدر ثم عبد الله ثم فهد ثم سعود. محمد خلف سعود، يبقى محمد آخر واحد. يبقى الترتيب بدر، عبد الله، فهد، سعود، محمد. راجع الحل، ستجده يتفق منطقيا مع معطيات المسألة. السؤال الرابع: هل يمكن أن تستعمل خطة أخرى لحل هذه المسألة؟ اشرح إجابتك. نعم، ممكن نستعمل التخمين مع التمثيل. تدرب على الخطة: استعمل خطة التمثيل لحل المسائل التالية. أول مسألة اللي هو السؤال الخامس: مع سعادة الآن 8 ريالات، أعطاها والدها أمس 4 ريالات، وأعطت أخاها ريالين، فكم ريالا كان معها في البداية؟ أفهم ما معطيات المسألة. مع سعاد الآن 8 ريالات، أعطاها والدها أمس 4 ريالات، أعطت أخاها ريالان. ما المطلوب؟ المطلوب كم ريالا كان معها من البداية، يعني قبل 8 ريالات كان معها كم؟ أبدأ باستعمال المعلومات المنطقية المعطاة لتتوصل إلى الحل. نشوف هنا الحل يا أولاد: ما معها الآن 8، ما أعطاها والدها 4، ما أعطت لأخاها 2. يبقى 8 يساوي كام زائد 4 ناقص 2؟ يبقى ما كان معها من البداية هو 8 زائد 2 ناقص 4 يساوي 6 ريالات. تحقق، راجع الحل، ستجده يتفق منطقيا مع المعطيات، حيث أن 6 زائد 4 10 ناقص 2 يساوي 8 اللي هم معاها الآن. السؤال السادس: القياس: يبلغ طول المضمار الجري 400 متر، رقد أسامة مسافة 80 مترا في المرة الأولى، ثم رقد 60 مترا في المرة الثانية، فإذا كان قد بدأ من مسافة 6 أمتار بعد خط البداية، فكم مترا بقي ليصل إلى خط النهاية؟ نشوف كده مع بعض. خطوة أفهم: طول مضمار الجري 400 كله، هو رقد 80 متر في المرة الأولى، ثم رقد 60 متر في المرة الثانية، وبدأ مش من بداية الخط، لا، بعد المسافة 6 أمتار. ما المطلوب؟ كم مترا بقي ليصل إلى خط النهاية؟ خطط. أبدأ باستعمال المعلومات المنطقية المعطاة لنتوصل إلى الحل. شوف هنا التمثيل يا أولاد،
لاحظ ان المضمار كله 400 متر، بدأ بخط 6 متر، بدأ مش من البداية، لا بدأ من 6 متر، هو ابتدى من هنا ثم ركض 80 ثم 60، الباقي بقى هنا تعالى بقى نحسب، يبقى ايه؟ هنقول 400 ناقص 6 ناقص 80 ناقص 60 ونشوف النتيجة تطلع كام؟ 254. التحقق، جمع بقى ال 254 زائد ال 6 زائد ال 80 زائد ال 60 هتلاقيهم فعلا 400، إذن الإجابة صحيحة. ركب 5 أشخاص في الحافلة في المحطة الأولى، وفي المحطة الثانية ركب 4 أشخاص ونزل شخصان، وفي المحطة الثالثة ركب 5 أشخاص، وفي المحطة قبل الأخيرة ركب شخص واحد ونزل 4 أشخاص، فما عدد الأشخاص في الحافلة؟ ركب 5 أشخاص في المحطة الأولى، في المحطة الثانية ركب 4 ونزل شخصان، في المحطة الثالثة ركب 5 أشخاص، في المحطة قبل الأخيرة ركب شخص ونزل 4 أشخاص، ما المطلوب؟ المطلوب كم شخصا أصبح في الحافلة؟ التخطيط، أبدأ باستعمال المعلومات المنطقية المعطاة لتتوصل إلى الحل. الحل، عدد من بقي في الحافلة كلهم 5 الأول وبعدين 4 وبعدين نزل 2 وبعدين ركب 5 وبعدين 1 وبعدين نزل 4، فيكون المجموع 9 أشخاص. تحقق، راجع الحل ستجده متفق منطقي. عاوز السؤال رقم 8 يا أولاد، كلنا نجاوبه في الواجب، وأرجو أن الجميع يكون قد فهم خطة حل المسألة، وأتمنى لكم إن شاء الله دوام النجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.